بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي طلاب الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي، هبدأ معكم إن شاء الله في سلسلة هنحل فيها امتحانات للنحو، امتحانات السنين اللي فاتت. وإن شاء الله لو احتجتوا أي حاجة اكتبوا لي بس في الكومنتات. لو عايزين نبدأ معكم شرح ممكن أبدأ معكم شرح من الأول، لكن أنا حابب أحل معكم امتحانات من دلوقتي عشان تستفيدوا أكتر بالحل. القطعة الأولى بتقول لي: نم مستريحا أيها الشهيد، فنعم عملا تضحياتك من أجل الوطن، ولن يرجع الزمان أبدا للوراء، ولن تعود طواغيت الأمس، فقد استرد هذا الشعب حريته، وهو يمضي نحو مستقبل جديد، وهو أكثر التحاما بعصره وإيمانا بقدراته. وها هي وثيقة مصر التاريخية، دستور الثورة تنطلق في سمائها معتزة بثورة اهتزت بها أرجاء الكون. عندنا أول حاجة سؤال الإعراب، طبعا نم مستريحا، طبعا مستريحا بالشكل بالعين هو ده منصوب يا جماعة لأنه عليه فتحتين هم. طيب نم ده إيه؟ نم ده فعل، فعل إيه؟ فعل أمر. نم مين؟ نم أنت، يبقى الفعل ده من مستتر تقديره أنت. طب هل مستريحا مفعول به؟ لا، دي نامة من الأفعال اللازمة اللي ما بتحتاجش مفعول به، يعني ما فيش فعل بيقع عليه أو اسم بيقع عليه الفعل نام ده عشان يبقى مفعول به. أمال مستريحا دي بتوصف إيه؟ دي بتوصف حالة الشخص لما ينام. طب يعني نعت؟ لا طبعا مش نعت، لأن اللي قبلها أنت اللي هو الضمير المستتر ده معرفة وهي نكرة، معرفة بعدها نكرة في جملة فعلية بتوصفه، يبقى حال. يبقى مستريحا هنا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. طيب عندي الجملة التانية: ولن تعود طواغيت الأمس. طبعا احنا واخدين ان أمس من الظروف، لكن هل هنا أمس هنا ظرف؟ طب تعال نشيلها كده، طبعا الظرف ممكن نشيله، لن تعود طواغيت فقد استرد هذا الشعب. طواغيت مين؟ طواغيت الأمس. يبقى الأمس هنا لها علامة إعراب، دي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وها هي وثيقة مصر التاريخية. طيب التاريخية ديت يا جماعة كلمة معرفة بالألف واللام، قبلها كلمة معرفة برضو، بس على فكرة مش مصر، مش مصر التاريخية دي، الوثيقة هي التاريخية. طب هل وثيقة معرفة؟ وثيقة معرفة. تقول لي يا مستر ما فيهاش ألف ولام، أقول لك بس هي معرفة بحاجة اسمها الإضافة. وثيقة مين؟ وثيقة مصر. يبقى أصبحت وثيقة مصر دي كلمة معرفة. طيب التاريخية ما تنساش بتوصف مين؟ بتوصف الوثيقة مش بتوصف مصر. هي وثيقة، يبقى ده خبر مرفوع بالضمة اللي هي وثيقة، يبقى التاريخية نعت مرفوع علامة رفعه الضمة. بعد كده عندي اهتزت بها أرجاء. خدوا بالكم من الموضوع ده عشان بيجي كتير، اللي هو بيجيب لي فعل وبعديه شبه جملة وبعدين اسم. الاسم ده لو وقع منه الفعل يبقى فاعل، وقع عليه الفعل يبقى مفعول. مين اللي اهتزت؟ اللي اهتزت أرجاء، يبقى أرجاء هي من قامت أو ما هي من اتصفت بالاهتزاز، يبقى أرجاء فاعل مرفوع علامة رفعه الضم. نروح بعد كده للاستخراج، عايز بدلين وبين نوعيهما. أما أرى القطعة بالراحة كده هلاقي إن عندي في بدل واضح خالص اللي هو هذا الشعب، فقد استرد هذا الشعب. طبعا الكلمة المعرفة بالألف واللام بعد اسم الإشارة وتكون هي المشار إليه وما تكونش قبل اسم الإشارة نداء، خدوا بالكم من المعلومات المهمة ديت وممكن نشيلها. فقد استرد هذا حريته، هذا مين اللي هو هذا الشعب المشار إليه يعني، يبقى ده بدل مطابق، ده البدل الأول. طيب البدل الثاني في القطعة هنلاقي عندنا: وها هي وثيقة مصر التاريخية، دستور الثورة. إيه هي الوثيقة؟ اللي هي الدستور، والدستور هو الوثيقة، ده بدل برضو مطابق. بعد كده عندي عايزين ممنوعين من الصرف لسببين مختلفين. طبعا انا دايما عيني على كلمة مصر لو موجودة في القطعة، ده يعني غالبا في امتحانات الاعدادية كلمة مصر بتبقى كتير جدا، فمصر في السطر الرابع اللي هي وثيقة مصر، يبقى دوت ممنوع من الصرف لانه علم لمؤنث. طبعا هي مصر يجوز صرفها ويجوز منعها، بس احنا خدها علم لمؤنث، يبقى ده ممنوع من الصرف. هنيجي في السطر الثالث هنلاقي ان عندي كلمة اكثر. اكثر ديت ايه؟ صفة على وزن افعل. صفة على وزن ايه؟ افعل. يبقى ديت برضو من الممنوعات من الصرف. عندي بعد كده عايز فاعلا للمدح ومخصوصا به.
هدور على افعال المدح طبعا، لو نعمه وبئس وحبذا ولا حبذا، طبعا دي المدح يبقى نعمه، هو ايه حبذا بس، بئس ولا حبذا للذم، وعايز فعلا للمدح يبقى فاعل لنعمه او لحبذا. لما ادور هلاقي في السطر الاول عندي فنعم عملا، اوعى تستعجل ما تقوليش عملا، عملا دي هنا تمييز، ده منونه ونكره اهي، امال فنعم ايه؟ يبقى الفاعل هنا ضمير مستتر، لما يجي بعد نعمه او بئس او طبعا او حبذا او لا حبذا الاربعه يجي بعديهم نكره، ها بتبقى النكره دي تمييز، ومع نعمه وبئس بيبقى الفاعل بتاعها ضمير مستتر. طيب ايه هو اللي نعم العمل؟ اللي هو تضحياتك، يبقى تضحياتك هو المخصوص بالايه؟ بالمدح. عندي بعد كده مطلوب منادى واعربه، طبعا لما ارجع ادور مش هلاقي ايه، بس في عندي ايها الشهيد، برضو يا حبيبي ما تستعجلش وتقول ان الشهيد هي المنادى، طبعا المنادى في جملة ايها بيبقى اي اللي هو ايها ديت يعني، وده نوعه نكرة مقصودة، طبعا بيبقى مبني على الضم في محل نصب، والهاء اللي هي الهاء ألف ديت حرف للتنبيه. أقول تاني، أيها أو أيتها بتبقى في جملتها هي المنادة، هي الإيه؟ المنادة، وبتبقى نوعها نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب، والهاء بتبقى حرف تنبيه. نيجي بعد كده للأسئلة، بيقول لي وازن أي قارن بين ما تحته خط في كل تعبيرين مما يأتي من حيث الإعراب. بيقول لي أيا معتصما إضرابك عن العمل لن يحل المشكلة، أي معتصما إضرابك عن العمل لن يحل المشكلة، أي معتصم أنت الفائز بالجائزة. طب ده معتصم مرة نونها ومرة من غير تنوين، الأولانية معتصم هنا يا جماعة يعني متمسك، فده معتصما كلمة واحدة ومنونة، فده منادى منصوب بالفتحة ونوعه أيوة نكرة غير مقصودة، أي معتصم يعني اللي هو اللي المعتصم مش عايز ايه، بس انا طبعا هنا مش متمسك، المعتصم اللي مش عايز يعني ايه او عامل اضراب عن العمل، معتصم هنا متمسك، بس متمسك برأيه في شيء مش صحيح. عندي بعد كده ايه معتصم انت الفائز، معتصم هنا بقى ايه عالم لانسان، لان كلمة معتصم في رجال اسمه معتصم، عندنا اشهر واحد المعتصم بالله كان خليفة المسلمين في عصر اسمه العصر العباسي، فايه معتصم دي هتبقى منادى عالم وعلى مفرد طبعا يعني مكون من كلمة واحدة، يبقى منادى مبني على الضم في محل نصب. رقم 2 بيقول لي أصيب أخي ساعده، أصيب أخي فساعده ذلك على الإسراء، فساعده ذلك على الإسراء، أصيب أخي ساعده، الساعد هنا اللي هو اليد، يبقى الساعد ده جزء من الأخ وجزء حقيقي، فده بدل بعض من كل مرفوع بالضم. طيب ليه بدل بعض من الكل؟ لأن ده جزء من الأخ وجزء منه. ليه مرفوع؟ لأن أصيب أخي ده نائب فاعل، يبقى ساعده بدل بعض من كل مرفوع بالضمه والهاء في محل جر مضاف اليه. نيجي للثانيه اللي هو اصيب اخي فساعده ذلك، ساعده هنا ده فعل بقى، ساعده فعل ماضي مبني على الفتح والهاء في محل نصب مفعول به. نيجي للقطعه الثانيه، يا ابناء مصر نعم مواطنا، نعم موطنا ارض الفيروز، فأنتم الأمل لنهضتها في مواقع كثيرة، وإنه العظيم أن نوجه اهتمامكم إلى تعمير سيناء، فحبذا هذه الفكرة التي ستكون نقطة تحول في تاريخنا وعلامة مضيئة في حياتنا، لينطلق كل مصري محصنا بالأخلاق والعلم وليثبت للعالم أنه الأقوى عزيمة. عندي نعمة موطنا الإعراب، موطنا اللي هو المكان يعني، نعمة موطنا اتفقنا ان الكلمة النكرة اللي بعد نعمة وبئس وحبذا ولا حبذا برضو نكرة منونة بتعرب تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة. فأنتم الأمل، أنتم الضمير المنفصل غالبا بيكون مبتدأ في محل رفع يعني لأنه بيبقى مبني، يبقى الأمل خبر مرفوع علامة رفعه الضم. إلى تعمير سيناء، طبعا تعمير اوعى تقع في الغلطة، طبعا ده مش فعل خالص، طبعا تعمير اسمه وقبلها حتى حرف جر اهو، تعمير مين؟ تعمير نكرة، وسيناء معرفة يبقى مضاف إليه، بس خلي بالك مجرور بالإيه؟ مظبوط، برافو عليك، مظبوط، مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف، يبقى سيناء مضاف إليه مجرور بالفتحة. طيب عندي التي ستكون نقطة تحول في تاريخنا وعلامة، هل واو هنا عطف؟ هتكون إيه؟ نقطة
وهتكون ايه؟ علامة. طب نرجع للخطوة الورا، ستكون نقطة تحول. هل هي ستكون نقطة؟ نقطة هل هي الاسم بتاع تكون ولا خبرها؟ ستكون هي اللي هي الفكرة، يعني يبقى ضمير مستتر، يبقى نقطة تحول، يبقى نقطة خبر تكون منصوب بالفتحة، وعلامة مضيئة يبقى معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بعد كده نروح للاستخراج، عايز ممنوعا من الصرف وبين سبب منعه. ممنوع من الصرف طبعا عندي مصر، تمام كده، ممنوع من الصرف علامة المؤنث هي كمان وايه وسيناء، وعندي كلمة برضو مواقع صيغة منتهى الجموع، خدوا بالكم من صيغ منتهى الجموع دي مواقع، تمام كده، الجمع هوت اللي هو ايه جمع كلمة موقع. طيب عندي بعد كده مخصوصا بالمدح واجب التأخير وعارب، خدوا بالكم بقى ايه موضوع واجب التأخير وجائز التأخير. مع نعمة وبئس يجوز تقديم المخصوص ويجوز تأخيره، يعني ينفع نقول نعم الرجل أبو بكر وينفع نقول أبو بكر نعم الرجل، أما مع حبذا ولا حبذا ما ينفعش نقوله الأمانة حبذا، لا لازم نقولها أي حبذا الأمانة، يبقى هندور على كلمة حبذا ولا حبذا، ده هو عايز مخصوص بالمدح يبقى حبذا، أيوة تمام في السطر الثاني، فحبذا هذه الفكرة. طب فين بقى المخصوص سنة؟ هل الفكرة؟ لا، دي كلمة هذه، يبقى هذه اعربها اسم اشارة مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر، اسم اشارة مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر. طيب بدلا وبين نوعه في نفس الحتة اللي احنا كنا فيها، فحبذا هذه الفكرة، يبقى كلمة الفكرة، وده بدل ماله، ايوة مظبوط، بدل مطابق مرفوع علامة رفعه الضمة. ليه مرفوع علامة رفعه الضمة؟ لان هذه احنا لسه قايلين عنها مبتدأ مؤخر. عندي بعد كده يا شباب نعت مجرورا واضبطه، شكله يعني نعت مجرور، هندور على كلمة بتوصف اللي قبليها، زي ايه؟ زي عندنا كلمة احنا بنقوله يا ابناء مصر ها فانتم الامل لنهضتها في مواقع كثيرة، هو هنا بقى الفخ في ايه؟ طبعا مواقع ممنوع من الصرف، فهتتجرب ايه مع فيه بالفتحة، إنما كثيرة هل هتتجر زيها بالفتحة؟ لا، النعت بيتبع المنعوت مش في العلامة، في الإعراب بس، يعني كثيرة هتبقى نعت مجرور بس علامة جره الكسرة عادي خالص، يبقى هنقولها إزاي في مواقع كثيرة، تمام. عندي بعد كده يا جماعة منادى واذكر حكمه، طبعا حكم المنادى يا إما البناء يا إما الإعراب، يا أبناء مصر طبعا ده منادى مضاف يبقى حكمه إيه؟ الإعراب اللي هو النصب طبعا، يعني الاعراب نصب. عندي بعد كده يا جماعه القطعه رقم 3 بيقول لي يا شباب الوطني استيقظوا فقد اشرقت شمس الحريه وبدا الشعب المصري يجني الثمار حلوها، فنعم الخلق الصبر واحرصوا جميعا على تحقيق مبادئ نبيله ولا تعبثوا بمقادير البلاد حتى تنهض ونصبح في مصاف الدول المتقدمه. عندي الاعراب الاول فقد اشرقت شمس، مين اللي اشرقت؟ مش تاء طبعا، دي تاء تانيث، يبقى هنا تانيث والشمس هي اللي اشرقت، يبقى شمس فاعل مرفوع علامه رفعه الضم. عندي بعد كده وبدا الشعب المصري يجني الثمار، يجني يعني يحصد او يقطف، الثمار هنا هي اللي بتجنى، يبقى الثمار مفعول به منصوب وعلامه نصبه الايه الفتحه. عندي كمان يا جماعه بعد كده واحرصوا جميعا، طبعا يا جماعه احرصوا جميعا، طبعا كلمه جميعا ومعا من الكلمات الثابته في الاعراب، جميعا معا وحدي بتعرب حال هي وكفه طبعا، يبقى جميعا هنا حال منصوب وعلامه نصبها الايه الفتحه. عندي بعد كده وألا تعبثوا، خدوا بالكم ألا دي عايزين نفكها، اللي هي عبارة عن أن ولا، أن من أدوات نصب المضارع واللا نافية بتبقى مهملة ما بتأثرش في الإعراب، يبقى تعبثوا فعل مضارع منصوب بأن، أن قبلها هي يا جماعة، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهو الجماعة كمان دي في محل رفع فاعل، وهو الجماعة في محل رفع فاعل. طيب عندي بعد كده يا شباب عايزين ممنوع من الصرف مع بيان السبب، لما نبص على الممنوع من الصرف هنلاقي عندي كلمة مبادئ في السطر
تاني في اخره مبادئ صيغة منتهى الجموع. خدوا بالكم من صيغة منتهى الجموع بتتكرر كتير. فعندي مبادئ وعندي في السطر الثالث برضو كلمة بمقادير، مقادير تمام، برضو صيغة منتهى الجموع. عندي بعد كده منادى وبين نوعه وإعرابه. يا شباب الوطن في أول القطعة، يا شباب الوطن، شباب مين؟ الوطن. يبقى ده منادى مضاف. طيب المنادى المضاف بيبقى إعرابه إيه؟ منادى منصوب وعلامة نصبه هنا يعني الفتحة. طبعا هو ممكن يكون منصوب بأي حاجة تانية الياء الألف، لكن هنا منصوب بالفتحة. كلمة شباب والوطن طبعا مضاف إليه مجرور بالكسر. مخصوصا بالمدح وأعربه. عندي فنعمة الخلق الصبر، أنهي بقى جزء فيها؟ النعمة هي الفعل والفعل الخلق، والصبر هي المخصوص بالمدح، يبقى اللي هستخرجه كلمة الصبر. وأعرابه مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة أو خبر لمبتدأ محذوف. خلي بالكم مع نعمة وبئس يجوز الإعرابين، مع حبذا ولا حبذا طبعا مبتدأ مؤخر بس. طيب عندي بعد كده عايز بدل وبين نوع. البدل هنا حلو خالص يا جماعة، اللي هو يجني الثمار، الثمارة حلوها، الحلو ده جزء من الثمار تمام كده. هنا نوعه بدل اشتمال تمام كده. عندي بعد كده بيقول لي الأسئلة بقى، نعم الطالب المتفوق، الطالب المتفوق يفوز بالجائزة. بيقول لي علل بين السبب، يعني رفع كلمة المتفوق في الجملتين. نعم الطالب المتفوق، المتفوق هنا مش نعت الطالب طبعا، نعمة الفعل والطالب الفاعل، والمتفوق هو المخصوص بالمدح، فهو مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة. يبقى المتفوق الأولى مبتدأ مؤخر طبعا، ويجوز كمان ان احنا نقول او خبر لمبتدأ محذوف. يبقى سبب رفعها الأولى انها مبتدأ مؤخر او خبر لمبتدأ محذوف. الثانية بقى الطالب المتفوق يفوز بالجائزة، ده هنا نعت لكلمة الطالب، الطالب مبتدأ والمتفوق نعت مرفوع علامة رفعه الضم. عندي بعد كده يا شباب كلمة صحراء، عايزها في جملتين تكون مرة مجرورة بالفتحة ومرة مجرورة بالكسر. عايزك تبقى مثبت جملة كده، قرأت عن، مررت به، عشان تسهل على نفسك الموضوع، عشان في ناس لما بتيجي تحاول انها تكون جملة فما بتعرفش تجيب تخليها كلمة مجرورة، وساعات بتقول رأيته فيلخبط الجملة خالص. فكلمة صحراء هقول مررت، الأولانية خليها نكرة، مررت بصحراء هنا مجرورة بالفتحة، لأنها طبعا هي هنا مختومة بألف تأنيث ممدودة. أو نقول مررت بالصحراء، يعني مرة أخليها باللي بنكرة ومرة أخليها بالألف واللام. بعد كده رقم ه، أعرف ما تحته خط مع ذكر السبب، ده من الأسئلة المشهورة، بيجيب لي كلمتين مرة مرفوعة ومرة منصوبة. يا مواطنون أخلصوا لبلادكم، يا مواطنين أخلصوا. الأولانية أدم مرفوعة كده يا جماعة، يبقى دوت نكرة مقصودة، يبقى ده منادى مبني، يبنى على ما يرفع به، يبقى منادى مبني على الواو طبعا جمع مذكر في محل نصب، منادى مبني على الواو في محل نصب. التانية بقى منادى منصوب بالياء لأنه نكرة غير مقصودة. نكشف آخر سؤال عندنا عن كلمة مخاطر في خطر، باب الخاء فصل الطاء مع الراء. أرجو يا جماعة أن احنا نكون استفدنا بالقطعة ديت، لو حتى بعنا إن شاء الله أكمل لك بقية الفيديوهات ونحل إن شاء الله. لو احتجت شرح أي حاجة اكتب لي في التعليقات، وأشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.